أكيد طبعا. هلا إحنا حقلنا بلازما، تمام، في بعض المناطق اللي تحتاج رقم حقلناها. هلا رقم الفراكشر، بعده في كفر من البلازما أجين. طبعا قبل ممكن نطبق املا مره او مرتين، في بعض المناطق بتكون سنسيتيف، تمام، ممكن مثلا عند الانف ما اشتغلنا على محطه املا فممكن حسيت شويه الم. طبعا في بالفراكشنال في كذا باراميتر، نحن اشتغلنا تايتنينج شات، في رينكلز، في للاكني سكارز، في للسكارز، في للبوز، في كذا طريقه. هلا بس حطينا الكفر ومسحها، خليه من ساعه بعده ليصير امتصاص كامل. هاي كانت الجلسة. طبعا ما بنحكم على النتيجة بالفراكشنال ليزر، في توصيات بدنا تكون مثل عدم التعرض للشمس، نحط انتي بكتيريال كريم، عادة الكريم مفضل أكثر من المرهم، حسب التايمينج أو لا. ننصح الشخص إنه يحط كمادات باردة أو لا، هي مش دايما، وفي أنتوسيلات لون واقي شمسي لازم يحطه. والنتيجة عادة النتيجة المبدئية لبين ما يروح البيلينج يصير، ممكن يصير بعض القشور تحسوها موجودة على الوجه،
تمام. هاي تقريبا بدها اسبوع، ممكن نستعين ببعض الكريمات لتوحيد اللون مشان ما يصير تصبغ عن بعض البشرات. هو ما كتير بيفيد بالنسبة ما هو مفيد بالنسبة للتصبغات عكس المتعارف عليه. في بعض المناطق مثل ما قلنا سنسيتيف. هاي كانت الجلسة، شكرا لكم.